أخبار المهرية باختصار، حياكم الله. الوفد العماني يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت عدة أيام، عقد خلالها مباحثات مع الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن. نتائج الزيارة لم تعلن بعد، لكنها تأتي عقب لقاءات شهدتها الفترة الماضية لبحث اتفاق مستدام من شأنه إنهاء الحرب. رئاسة البرلمان تنتقد الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي. الهيئة قالت في اجتماعها إن هذه القرارات لم تراعي الحالة المعيشية للمواطنين. وصادة قبلية تنجح في إعادة إمدادات المياه إلى ذمار بعد أن قطعها مسلحون قبليون في مديرية ميفعة أنس. المسلحون منعوا دخول الفرق الهندسية لإصلاح خطوط المياه بعد الاعتداء عليها وعلى 3 آبار تتبع المؤسسة في منطقة سامح. المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي يقرر إقامة بطولة خليج 26 بالكويت في ديسمبر 2024. البحرين كانت قد اعتذرت في 8 يوليو الماضي عن استضافة النسخة رقم 26 من البطولة. واتساب يطلق خاصية جديدة للمساعدة في تجاوز إجراءات الحظر لضمان استمرار الخدمة في الدول التي تحظر. إذا أداة بروكسي الجديدة تساعد المستخدمين في الالتفاف على الرقابة وتتيح استمرار استخدامه رغم الحظر والقيود. إلى اللقاء باختصار جديد.